سوا جاي بالذمه اليوم ملاوين خويا بالذمه والمكشخه والدنيا والدم واحمر واسبر. هذا منين؟ من فرنسا. مكشخه ولا مكشخه يا ودي كاش ما نجيبهاش. حول الليها مربوحه وان شاء الله زينه بالروح والدم. بر الولاد قلنا يا بر بالروح والدم وارحم رمضان. انا عبد الله سلامينا عبيد واركي وكوينا استغنيت على اولادي واستغنيت على خدمتي واستغنيت على كل شيء. في مخي كانت راجل رياضي، في مخي شامبيون تاع تونس، في مخي البطوله العربيه. اليوم كملت باك بلون دونك حق الجماهير مش عطي ولا هذا حق علي اللي نجي نفرش الاسبيرونس وشجاعه في عام 90 نتاعنا باذن الله نهزوا البطوله نتاعنا هذاك حاجتنا ونكملوا تيتر اخر زينوا به العام نتاعنا هو كوبا راب ان شاء الله بقوه ربي. انا نخدم مانيش نخدم وهربت من الخدمه اليوم وان شاء الله عارفي ما يشوفنيش هكا. لا روح انا اي ان شاء الله ما يشوفنيش. جبت وليدات معك؟ جبت وليدات. شو يقراوا يظل يقراوا اي يوما كل يوم على خاطر الترجي اليوم ان شاء الله مربوحه. وانت زاد منكت بالخدمه؟ منكت هربت على بكري ان شاء الله مربوحه هكا هو. القرايه خير هو ما يصير مربوحه مربوحه. جيت نهار على خاطر الاسبيرونس فما حتى مشكل هكا هو ان شاء الله مربوحه هكا هو ان شاء الله مربوحه. مربوحه على خاطر ترجي يا دوله اليوم البطوله ان شاء الله باب سويقه ان شاء الله. انا مانيش نلعب الحط الجماهير فهمنيش لا في النادي الافريقي لا في الترجي ريال تونس باش نلعب على ماريو ليتوال باش نوريو اللي احنا معناها نلعبوا الكره وكاو ان شاء الله نربح. المهم نلعب حط الجماهير زاد في تويتر معناها الكلوب نجم نقولوا سير معزه غادي مازال تعرف الكره لعل جندوبه تربح النادي الافريقي واحنا ننتصروا على الترجي ريال نتولي الترجي تهز البطوله وانا في بلاس. ملي احنا صغار علمونا في النجم الساهلي الرؤساء الخدم نتاعنا الناس الكل اللي النجم الساهلي عائله كبيره ويلزمكم وقت اللي تلعبوا اي مباراه مهما كان الرهان لازمكم تحافظوا على سمعه النجم وعلى مريول النجم. دونك جينا اليوم عندنا شانس صغيره يمكن علاش نلعبوا عليها نتاع دوزيام بلاس. تبقى باش نلعبوا مباراه نتاع كره قدم اللي تليق بالنجم الساهلي تليق بالفريقين ان شاء الله نقدموا مباراه طيبه واللي اجدر مش يفوز مبروك عليه. مسينا بيدينا بوان على كوب افريكان مازال ماش مازال 90 دقيقة في السيزون كاملة. نربحوا ونهزوا الشامبيون نتاعنا
ان شاء الله يكونوا اليوم الاولاد الكل حاضرين. تعب عام كامل، تعب برشا ماتشات وبرشا استاجات، برشا برشا ساكريفيس مع الاولاد. ان شاء الله ربي معنا، وان شاء الله ننتصروا ونفرحوا جمهورنا الاخير هذا بشامبيون ان شاء الله. واخيرا فوز البزرتي موجود في اخر جوله على بنك احتياط الترجي. على لا شو مشكل يعني محق ضر الاكثر ولا اقل، معناتها حسب كل شيء، حسب الصور وهالشيء كل فما حق على الاقل ضد المباراه هذه، معناتها كل واحد يخذي حق. من يوقع انصافك؟ الحمد لله رب العالمين، والله يوقع انصافي ما كنتش ننتظر فيها. يعني انا الفرقه هذه محكت في ابتلاء، انا معناتها كنت اعقل واحد على البنك. اعقل للاسف صار نزار. على كل حال بارك الله فيهم، جماعه نخدموا معناتها بامور معقوله وبالقانون. سي فوزي، في مباراة بالنسبة للترجي مسيرية اليوم للقب، شنو اللي ربما يعمل الفارق بين الترجي وبين نجم في المباراة هذه؟ إن شاء الله الأولاد يلعبوا كرة لأجل الكرة، ما يخموش في اللقب، ما يخموش معناتها في حد شيء، يلزمهم يلعبوا الكرة الأكثر والأكثر، لكن نطالب منهم. هو الزرقاء رجع بحذاكم اليوم. باش يعوض الغيابات. الزرقاء عندك برشا على الماء على رادس وعلى بنك الترجي. انا نشكر معناها سي فوزي ونشكر سي حمدي المدب اللي عطاوني الثقه باش نقعد في البنك، وان شاء الله نكون مبروك وان شاء الله ننتصر ان شاء الله. معناها ستاف تاع الترجي كامل تو ان شاء الله بقدره ربي، لاباس بقدره ربي لاباس، ان شاء الله ننتصر المفيد ان شاء الله ننتصر. ماذا بيك راك غادي تو موجود؟ مبروك البلاصه هذه اللي اخترتها. ان شاء الله مبروك ان شاء الله مبروك. عبد عملنا 40,000 دراب وعملنا كيوغرافي نتاع باب السويقة المدينة العتيقة والجديدة، وكاتبين 90 سنة كاتبينها بالروما، فهمت؟ هذه هي الدخلة نتاع الترجي اليوم. وعلاش بالروما؟ بالرغم ما كل ما يلزمنا كل دخله نعملوا جيست هكا، فهمت؟ ان شاء الله يا ربي معانا، وان شاء الله ترجي ينتصر بالبطوله ان شاء الله يا ربي. كانت تفصل الترجي اليوم على التتويج ببطولة الموسم. الترجي كان يدرك أنه مصيره بين يديه، وكان يعرف كذلك أنه يواجه اليوم منافس اسمه النجم الساحلي وجال رادس، كل رغبة في تفادي هزيمة ثالثة أمام نفس المنافس. الترجي منقوص من خدمات مدافع وسام العابدي، والنجم قدم تشكيلة غاب عليها الحارس المثلوثي. منذ الدقائق الأولى ضغط الترجي من أجل الوصول لشباك النجم في أقرب وقت ممكن. كرة أولى من مايكل جانبية، ثم عمر جمال يتدخل مع الرامو. الترجي طالب ضربة جزاء والحكم يأمر بمواصلة اللعب. تصويبة قوية من جونفي باسيلا فوق مرمى الحارس بودربالة. ثنائية بين السويسي والرامو، مهاجم الترجي يسقط واللعب يتواصل مرة أخرى. 22 دقيقة لعب، كرة مخطئة من ليفيرسون اخذها المساكني اللي توغل بذكاء كبير، مرة رفيت بق للدراجي، والدراجي من غير فلسفة غالط الحارس بودربالة وافتتح النتيجة. هدف في وقت مبكر ما خلاش الدراجي يتراجع، بل واصل ضغطه على دفاع النجم، وهذه عملية منسقة مراوغة جسدية من الدراجي. بيانفينو يمرر ومايكل ما يخلطش على الكرة. المساكني اللي قدم شوط أول ممتاز بحث على المباغتة وكورته مرت جانبية.
الترجي يلعب خط التسلل وشمام في اخر لحظة يتدخل قبل ميكا. بيانفينو يمهد المايكل، الرامو صوب والعرضة رفض الدخول الكرة شباك الحارس بودربالة. شوت في اتجاه واحد تقريبا للأحمر والأصفر، بيانفينو مهد المرة هذه للمساكني اللي روض وصوب وبدربالة بصعوبة حول الكرة للركنية. هجوم سريع للنجم، دخلت الكرة لجديد اللي تصويته ضعيفة في يد القصراوي. 4 دقائق قبل نهاية الشوط الأول، تماس في التنفيذ شمام، 3 رؤوس تلمس الكرة، والرأسية الثالثة كانت ارتماء من مايكل مباشرة حط كورته في شباك الحارس بودربالة. بعد الهدف الثاني يرينا النجم في ابرز محاولة لخط هجومه، كرة خلطت لجديد، خرج له القصراوي وكورته حطها العربي جابر في الركنية. دقيقتين منذ انطلاق الشوط الثاني، عملية سريعة، كرة من بيانفينو للدراجي اللي مرر المايكل في موقع مناسب، والنيجيري ما ضيعش فرصته في النتيجة. الهدف الثالث اعطى اكثر ثقه لابناء البنزرتي اللي قدموا لوحات كرويه جميله تفاعل معاها الاحباء. ثم هجوم معاكس للنجم، ايميكا يراوغ القصراوي ويسقط، والحكم الليبي يعتبر تمويه وينظر مهاجم النجم. المساكني يستميت على الكره، يفتكها ويمرر المايكل اللي اختار الحل الفردي وصوب فوق مرمى بودربالة. مدرب النجم يختار الثنائي عفوان الغربي ومجد المسراتي مكان تونيج وسليم جديد. عبد النور يتوغل ويوزع والقصراوي على مارتين قبل ايميكا. الحكم الليبي عادل الراعي يأمر الرامو بتغيير قميصه، ومهاجم الترجي يمتثل للقرار ويغير القميص. فرصة تذليل الفارق ضاعت على سادات بخاري اللي تصويبته مرت غير مركزة. عبد النور يصوب، سادات بخاري المرة هذه روض كورته ونجح في تذليل الفارق. المساكني خلى مكانه البوعزي. 3 دقائق بعد دخوله يتحصل على مخالفة. خليل شمام ينفذ، هونري بيانفينو أمام شباك خالية ما يضيعش الفرصة. بعد الهدف الرابع بيانفينو خلى مكانه لطارق عاشور، ومخالفة مباشرة من بوعزي تصطدم بالعارضة. ثم إرامو وبمجهود فردي كبير يتوغل في مناطق النجم، يعمل الصعيب ويضيع فرصة إضافة الهدف الخامس لفريقه والثالث ليه في هالمباراة، قبل ما يخلي إرامو مكانه لزميله خالد العياري تحت تصفيق كبير من جمهور الترجي وكذلك المدرب فوزي البنزرتي. الترجي نجح اليوم في إهداء أحبائه أهم لقب ليه في هالموسم.
حاجه عن جداره 4-1 واربعه تترويت باهي الاربعه تترويت اللي ينبروا عليهم شمال افريقيا احسن لاعب اللي هو كيما خذيتها انا كيما خذاها خالد عياري كيما خذاها العادي معناتها تاع الترجي الرياضي التونسي الثالثه الشامبيون وعن جداره والرابعه الشامبيون العرب بشكون هنا ان شاء الله قبل مع الترجي شنو ترى البطوله هذه عندها نكهه خاصه البطوله هذه عندها رونق اكثر عليه لان كل ماتش لعبناه يعني ماتش نتاع دم عندنا اي مقابله ما نحبش نسمي لكن تحس يا لقيت الضغوط كل علينا والناس كل معناتها تحب تربح الترجي الحمد لله رب العالمين سي فوزي شنو انت مادام مساهمتك في البطوله هذه مساعدتك الناس كل يعني الناس كل ساهمت في البطوله هذه ونشكر كل معناتها المدربين القدم والجدد فهمتوا لا والمسؤولين خاصه والجمهور الكبير خاصه الجمهور لقيت روحك بطل هكا في سافيس ايه بطل كلام فاضي زين ماكش بطل انا نقول لك حاجه سقايه ديما في القاعه وش يقعدوا في القاعة ما مش باش يطير مبروك هاو كل جوات تاع الاسبراس البوبليك ديالي جان مبروك هاو اسمع عن جدار هذه ولا طلع على جدار في بالنا نحضروا في كيب للمستقبل يا اخي زين البطولة يعني ما كانش في الحساب ما كانش في الحساب لا في الحساب هي ما كانش ما مكدة على نظر اللي معناها على نخدموا المستقبل الحمد لله ما كناش نتخيلوا اللي باش يتحقق تتويج بالسرعه هذه مع الاولاد اللي ما عادش صغار هما الزرقاء اللي هو ما عادش صغار الحمد لله ان شاء الله من الحسن اللي احسن اسامه من اكبر المساهمين في هذه البطوله الحمد لله وفقني ربي ما كنت متزين هدف استفتحنا به المباراه عاونت صحابي الحمد لله مش مزيان قاعد فيها راك شفت تيتر موسير جينا مع ايكيب صعيبه في الاخر هذيك هي الكوره هذيك هي حلاوه البطوله وحاجه فرحان بها اني اول تيتر مع الترجي الحمد لله الحمد لله نشكر اول شيء جمهورنا العزيز الغالي واعتقد هذه اكبر هديه اللي نجم نديها له نشكر كذلك الملاعبين اللي حقيقه انا شخصيا فشوني شوف بالمستوى بالثقه في النفس وبالعزيمه وان شاء الله ديما يحافظوا على المستوى هذا ومستقبل الترجي بخير. مباراه اليوم هي مباراه رقم 44 لعبناها تمكنا بالانتصار على فريق كبير اللي هو نجم النادي الساحلي تعودوا الاولاد على ماراثون المباريات الحمد لله وقت اللي يكون الحضور الذهني حاضر السقيم نتاع جوار تجاوب الحمد لله يا رب تمكنا ننتصروا ونفوزوا بالبطوله اللي ان شاء الله تكون خير حافز ان نكملوا ان شاء الله نفوزوا بالبطوله العربيه ان شاء الله. تيتر جرينا عليه عام كامل واليوم وفقنا يا ربي ماتش صعيب ياسر وفقنا فيه يا ربي الحمد لله تيتر جبناه بعد تعب صعيب الحمد لله يا ربي. اللي بالتعظيم قبل نتاع البطوله. البطوله عزيزه غاليه الحمد لله يا رب الحمد لله. ان يسركم الله فلا غالي بالكم هذه الكلمه اللي نجم نقول. احسن هديه لاسبيرونس في موسم التسعينات هذه البطوله نتاع الربح نتاع القناع نتاع الصغار معناها الصغار باهي ممتاز معناها شيء ايجابي كي يهزوا لقب وهم صغار جيت لاسبيرونس معناها باش الهدف نتاعي هو باش نتوج باكثر عدد ممكن من الالقاب خاصه في الموسم هذا اللي هو موسم التسعينيه ويدور لي احسن هديه في التسعينيه هي البطوله هذه وان شاء الله نكملوا البطوله العربيه ان شاء الله. يوسف مساكني خالد العياري معناها من البرامج اللي جبتهم انت للترجي هكا توج معاهم اليوم في بطوله تونس. والله ما جبتهمش انا جابوهم مسؤولين الترجي لكن ولادي هما اللي عملوا معايا معناتها 3 سنين ولا 4 سنين ملي كانوا صغار
ان شاء الله مبروك للترجي بريمي ليو، مبروك لهم هما خاطر جواريت في تلوحهم مازالوا صغار و سي امبورطون باش ياخذوا تيتر نتاع الشامبيونان نتاع تونس. قدامهم طريق طويل ما يلزمهمش يكتفيوا بالشامبيونان هذه اللي هزوها، مازال سنه طويله يلزمهم برشا خدمه باش يوصلوا لمستوى عالي خاطر عندهم الامكانيات كلهم باش يعملوا انتريو نيفو. حطينا اوبجيكتيف اللي هو البطوله، معناها الجمهور هذا معناها اللي جاي اليوم معناها مش اليوم معناها مش مفاجئ يتبع فينا من اول عام، حطينا مخاخنا اللي عندنا جوارات صغار وعندنا مستقبل، لكن يلزمنا نفكروا في حاضر الترجي اللي هو معناها الترجي متعود على التتويجات. الترجي كان جدير بطولة السنة. يظل الترجي يحتل المرتبة الأولى في برشا منذ الجولات الأولى. فرط في برشا نقاط لكن على كي نحسبوا على كامل الموسم يظل الترجي يستحق البطولة نتاعو. Je suis venu pour porter un peu la bonheur et la, et la réussite. J'avais ça dans mon corps. Je voulais tellement que l'équipe gagne le championnat que j'étais un peu nerveux au début, mais je pense que l'équipe elle a très bien joué. L'organisation que Fawzi Benzarti a utilisée, c'était l'organisation parfaite pour réussir dans un match comme ça. Les joueurs ils ont été extraordinaires et avec cette public, je pense qu'avec la motivation du public de devenir champion aujourd'hui, c'était très difficile d'arrêter cette expérience. شوف ديما ما نجموش نقارنوا، ديما اخر بطوله هي احسن بطوله، هذه بالنسبه لي انا احسن بطوله. الى نقارنوا الفريق مش النتيجه، نقارنوا الفريق نلقى الترجي معايا انا يمكن تحصل على اللقب، فريق ناضج فيه نجوم وفيه لاعبين دوليين. الفريق هذا احرز على البطوله وهو في صدد التكوين. فبالتالي الميريت اكبر معناها وان شاء الله هذا يكون خطوه لنتائج اخرى ايجابيه في السنوات القادمه. راه بطوله اكثر تشويق من اللي فزت بهم انت؟ التشويق احنا حبينا السنه نعملوا تشويق. اللي عندي امكانيه انا باش نفوز ب 10 او 15 نقطه نفوز بهم. كان عندنا الفرق هذا كما قلت في نهايه الامر حتى نستناو في الجوله الاخيره. تحبوا تسميه تشويق انا سميه غزره. عندك شك غنيه بالمناسبه تغنيها بعد فوز الترجي بالبطوله. احنا توا ان شاء الله نقولوا يا صلاة الزين يا صلاة الزين يا صلاة الزين على الترجي يا صلاة الزين. اللي عنا مديد على علاقتك كيفك؟ اي صحيح، اما الترجي عند رجال كبار صارت خدمه كبيره قبل، حاولنا باش نواصلوا باللي نعرفوا باللي نجموا، صرنا بالقاب وسي حمدي واصل وان شاء الله باقي هكا باقي فرحانين. اول مره نراوك انت سي سليم وسي حمدي مع بعض. لا ولا جمعتكم البطوله؟ اي جمعتنا البطوله فرحه بالطبيعه، كل واحد لاهي زاد ما نقابلوا في في في, في الملعب. وان شاء الله كما قلت لك اليد في اليد المسؤولين الكبار الكل اللي يقفوا تشامبيونز ليغ قدامنا لازمنا يعني نبداو حاضرين. توفيق وكأني بكم، معناها متعجبين من نتيجة نتاع أربعة اليوم ضد الترجي. أكيد أخي نجم الساحلي عمره ما ينهزم بالطريقة هذه، وأنا عارفين اللي جايين لهنا مش نلعبوا بجدية ومش نلعبوا كيما النجم الساحلي عاود الجماهير وعاود أحبائه مش يلعبوا، لكن اليوم بصراحة وين الجدية اليوم؟ اليوم تفقدت الجدية نظرا اللي التشكيلة من المفروض ما تنزلش بالطريقة هذه، فما تمركز بتاع لاعبين ما يلزموش يكون هكا، فسرنا له المدرب قلنا له راهو الترجي ما يلزمناش نلعبوا له بالشكل هذا، ولكن كالعادة معناها صحة الراس نتاعو هي وصلتنا للنتيجة هذه، وهذا نقوله ونتحمل مسؤوليتي لأنه لي كونسيكونس نتاع الخسارة نتاع اليوم مش اليوم،
صافي لونتون وحنا قاعدين نقاسيو من المشكل هذا. سمح لي توفيق، المدرب هذا عنده كارت بلونش في نجم رادي سيال يعمل شو يحب هو، معناه يهبط شكون يحب هو وما فما حتى حد ربما يقولوا لا ولا اي. شوف احنا ديما تعودنا في النجم الساحلي دائما مش نحترموا قرارات المدرب اللي نجيبوه، احنا نخدموا معاه كاستاف مش وحدي راني، كاستاف تكنيك الناس الكل مع بعضنا نخدم، ولكن فما حدود لينا احنا ننصحوه ونفسروا له، ولكن هو متشبث برايه بطريقه معناها اللي هاو اليوم الكونسيكونس تاع الشهاد، وهذا اني قلته مش من اليوم، قلته من شهر فيفري، وقالوا معناها كيفاش توفيق يتكلم هكا معناها بنا حق، معناها اذا كان كما يقول احمد اني نعرف شويه كوره يعني زاد حسب خبرتي المتواضعه وعشت مع الطلياني وعشت مع اليوغوسلاف وخدمت مع الفرنسيس وخدمت مع مش نعرف كل حد شي يخدم، مش خاطر خسرت اليوم راهو نقول فيه الكلام هذا، يعني عندي مده نقول فيه، ولكن مالوروزمون جاء الوقت توا تروتار، ولكن الغالب سد معناها للنسيان خساره نتاع اليوم صراحه، لانه جماهير النجم الساحلي الكل ما تسهلش معناها الخساره هذه، نقول لهم اسفين جدا ونقول مبروك لترجي الرياض على الانتصار نتاعو بصراحه. بالنسبه للياني قاسي برشا، معناها شنو قاسي، معناها نجم الساحلي ينهزم باربعه، ارجع للتاريخ عمره ما صارت لنا، سي اون ديسيبسيون بالنسبه للياني وجماهير نجم الساحلي الكل، سي اون ديسيبسيون، دونك نقول لهم سامحونا. والله اللي صار هو قول اللاعبين فقدوا التركيز، هذا اكيد فقدوا التركيز هذا لخاطر عديد اللاعبين ماهمش مركزين على الجمعية، واللي زاد الطين بلة هو التصرف نتاع المدرب بصراحة، وهذه نتحملوها احنا، ولكن احنا بعد ما غير شنو تصرف المدرب؟ تصرف المدرب احنا كي نشوفوا معناها عندنا 10 ايام باش نحضروا مقابلة الترجي، شوفوا المدرب اللي ممكن فما ملاعبية في ال 10 ايام مثلا ما تدربوش حتى ثلاثة ولا أربعة ايام، ثلاثة ولا أربعة تدريبات، اللي يحب يمشي يعمل سونا، واللي يحب يمشي يعمل جاكوزي، واللي يحب هذه بالنسبة لنا، لكن المدرب ما نجمناش في الفترة هذه نغيروا، على خاطر بعد كانت عندنا بطولة أفريقيا واللي كانت هو هدف كبير بالنسبة لنا، أهم هدف بالنسبة للنجم في آخر الموسم، لازمنا نترشحوا دور المجموعات، وذاك علاش ما نجمناش ندخلوا تغيير على الاطار الفني، وخاصه بعد ما غيرنا الاطار الفني في اول الموسم. لكن ما نبهتهوش المدرب هذا، انتم كيف فقتوا بالاخطاء نتاعو؟ والله فقنا بالاخطاء نتاعو ونبهناه، ولكن نبهناه وبعدين نبهناه، ولكن المدرب عنده قناعاته الشخصيه وعنده تصرفه الشخصي، وفي اعتقادي تو عدى معنا تقريبا 6 اشهر، و6 اشهر مازال ما فهمش المحيط اللي احنا اللي هو عايش فيه واللي قاعد واللي احنا كنا عايشين فيه، اللي الى حد الان ما فهم حتى شيء من كره القدم التونسيه ومن عقليه اللاعبين التونسيين مهما كان. باهي رسميا المدرب قلنا نجم نقولوا هذه اخر مباراته مع النجم. والله اخر مباراته، وممكن غدوه ولا بعد غدوه يمشي على روحه وصفحه طويناها، ونجم نقول لك بالنسبه لنا سامحني باللغه الفرنسيه ستانسو لاجمون اللي كونه انتهت المهمه مع غرناطرور. وفي هذه اللحظه بالذات يعلن الحكم الدولي الليبي الراعي نهايه هذه المباراه معلنا عن تفوق الترجي الرياضي التونسي بنتيجه عريضه 4 اهداف مقابل هدف امام فريق النجم الرياضي الساحلي، ويتوج بلقبه 21، فهنيئا للفريق الترجي الرياضي التونسي.